كلنا عارفين انه في فساد مبدئيا كده، عارفين ان في محسوبيات وشبكات علاقات، وعارفين انه حاميها حراميها، وعارفين كل ده، لا جديد في القصه دي. لكن لما تسمعوا صوت وصوره، لما تشوفوا بعينيك، لما تسمع الاسماء بودنك، بتكون حاجه مبهره بقى، صادمه، اقوى من الف تسريب ومليون حلقه ومليار مقال. عارفين حضراتكم طبعا الفضيحه بتاعت كريم الهواري، او الحادثه بتاعت كريم الهواري، انه خبط اربع اولاد قتلهم بسبب السرعه. ولسه من يومين كنا جايبين القصه بتاعت كريم، وازاي ان الموضوع بيبدو انه مستفز لاهالي الضحايا، وجاي في عربيه اسعاف ونفى وانكر كل التهم. لكن مشكله في مصر القضايا بيبقى ليها ديول، دي بقى حاجه لذيذه في مصر، القضيه بيطلع لها ديل. الديل اللي معانا النهارده ديل طويل، فضيحه من العيار الثقيل، بطل جديد بيطلع على الستيج ويظهر على منصة قضية كريم الهواري. مين فكري الهواري؟ فكري الهواري واحد من كبارات البلد إن صح التعبير، واللي لسه لغاية من كام يوم كان بيعتبر من الأعيان، مدير هايبر ون، مش المالك ده، مدير الماركت الكبير، واحد من أكبر المولات في البلد طبعا، هايبر ون، هايبر بتاع محمد الهواري. فكري هو مدير الماركت الكبير ده، ومش بس كده، هو رئيس نادي الشيخ زايد، نادي النخبة، رئيس مجلس الإدارة، استقال من كام يوم على وقع برضو فضايح فساد وكده. أصدقائه وحبايبه من الكبار، لدرجة أنه رئيس الوزراء ممكن جدا تلاقيه داخل هايبر وبيتصور معاه من غير حراسة، زي مثلا الأخبار اللي اتنشرت في إبريل اللي فات كده. دخلت كده على الخبر لقيت إيه، دكتور مصطفى مدبولي بيتجول، بيتسوق، بيعمل شوبينج في هايبر ون، ومعاه مين، رفقة مين بدون حراسة؟ أبو الأفكار، فكر الهواري. الصورة دي من إبريل اللي فات، دكتور مصطفى طبعا كرئيس وزراء بلجيكا بيتسوق براحته زي ما انت شايف كده بدون حراسة، كأن انت في سويسرا يعني، ومعاه مين؟ ده بقى البطل اللي معانا النهاردة، خلي بالك، لأن ده النجم النهاردة، فكر الهواري. فكر الهواري بطل، مش لأنه فاسد وبلطجي بس، لا، بطل لأنه ورانا وسمعنا دون أن يقصد، وعرفنا اللي احنا عارفينه بس مش عاوزين نصدقه. ورانا فكري بتسريباته اللي ظهرت البلد من جوه عامله ازاي، اعماق الدوله العميقه الغويطه دي مخربقه لحد فين. طبعا فكري ما تكلمش عن كريم الهواري في التسريبات او ضابط فاسد والسلام، لا، فكري في تسريباته اللي ظهرت فضح كل الناس تقريبا، من اول العلاقات مع اسرائيل لغايه اللي بيحصل في الاجهزه السياديه. وقرأ لنا فكري اللي جاي كمان. الغريب انه فكري الهواري بدأ الكلام يكتر عليه بعد فضيحة او بعد الحادثة بتاعت ابن مديره في الشغل كريم الهواري، اللي قتل زي ما قلت لك اربعة من الشباب بسبب السرعة العالية. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه الاستاذ فكري الهواري بدأ يتسرب له عدد من الفيديوهات وهو بيشتم فيها ضباط اسم الشيخ زايد علشان مسكوا كريم. اول تسريب معانا النهاردة تسريب صوتي لفكر الهواري وهو بيهين بيهزق ضباط اسم الشيخ زايد. اسمع كده. انا كنت فارق في الاسم، لقيت الواد محمد اسمهم جدا واقف على البتاع كده بيعمل لي كده، واقف بيعمل كده، قلت له وانا طالع اقسم بالله قلت له ده محمد حسن ده اكيد ابوه.